والآن حانت اللحظة المنتظرة. أشوف الشباب ما شاء الله بدوا يعني يتنفسون نفس القلق. على بركة الله نبدأ في الإعلان عن جائزة الشاشة لك الكبرى، والجوائز هي الجائزة الذهبية 100,000 ريال سعودي، الجائزة الفضية 50,000 ريال، الجائزة البرونزية 25,000 ريال. الشاشة لك فكن لها. الشاشة لك فمن لها؟ طبعا كلكم لها، لكن هناك من يطمع في أن يكون صاحب الصدارة، صاحب الجائزة الذهبية. 7 أفلام رشحت لهذه الجائزة وأصحابها هنا ينتظرون أن يكونوا رقم 1 أو 2 أو 3، كلهم بيأخذون جواز. الأفلام 7 المرشحة للجائزة الكبرى من جوائز الشاشة لك هي: فيلم شيطان، وفيلم أزيز، وفيلم الزوجة الثانية، وكذلك فيلم لبس. وتبقت 3 أفلام كذلك لنكمل الأفلام 7: فيلم ثلث، وفيلم الدمى، وفيلم حروف. بدأت لحظات التوتر، وأنا أقدر هذا كثيراً. أنا شخصياً بدأت أتوتر، لأن هذه الجوائز تصنع فرقاً كبيراً ليس بقيمتها المادية. لاحظين كيف التوتر؟ بل بما يعني تأخذ فيه مشاركها إلى مساحات قادمة من جراء حصولي على هذا اللقب، سواء كان لقب البرونزية أو لقب الفضية أو لقب الذهبية. نبدأ بالبرونزية. جائزة الشاشة لك البرونزية مع مكافأة قدرها 25,000 ريال تذهب في هذا الموسم إلى أحد الأفلام 7 التي شاهدناها قبل قليل، وهو فيلم أعجب بالتأكيد لجنة التحكيم كثيرا وحظي بجماهيرية كبيرة، فيلم أزيز. مبروك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تستاهل تستاهل أنت وشيماء هذه الجائزة وهذا الشيك. ما أدري يصرفونه في فلسطين ولا لا، بس إن شاء الله ما بتمشي لو أنت ماخذه إن شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا، شكرا ومبروك. مبروك الجائزة البرونزية وراحت. 6 من صناع الأفلام الآن ينتظرون سماع اسمهم وأسماء أفلامهم الآن. الجائزة الفضية، جائزة الشاشة لك الفضية مع مكافأة قدرها 50,000 ريال نقدا تذهب هذا الموسم من مواسم الشاشة لك إلى فيلم جميل طالما أعطته اللجنة لايكاتها وكذلك الجمهور، وهو فيلم الدمى. من ماليزيا يفوز هذا الفيلم، وشرفتنا وفريق يمني من ماليزيا، وكان الفيلم بلغة الإنجليزية وصناعته ماليزية ولغته عربية وجائزته ما شاء الله فضية. مبروك ما شاء الله.
تعبنا والله من الجوائز، خلاص نكتفي. الجائزة الكبرى، الجائزة الذهبية، جائزة الشاشة لك الذهبية، أحد أهم الجوائز العربية للأفلام القصيرة على الإطلاق، ليس بقيمتها البالغة 100,000 ريال بل بإضافتها التي لا تقدر بثمن على مسيرة الفائز بها بإذن الله. فاز بهذه الجائزة فيلم خارج عن التوقعات، فيلم هيتفاجأ صاحبه الآن بالفوز وهيسعد كثيرا ونحن سنسعد معه، فيلم لا لبس في فوزه، لبس ما شاء الله 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 ما شاء الله. اوه جاي بكل الرجالة ما شاء الله. اوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تستاهلون والله، يا اهلا وسهلا، ما شاء الله ما شاء الله. الجائزة عاد خذوها من الشيخ، يا سلام، مبروك مبروك، تستاهلون ما شاء الله ما شاء الله. لحظة ايش؟ لحظة لحظة، في خطأ، خطأ، لحظة خطأ خطأ، لا مو بلبس، انا عندي ايش؟ اه لا لا لا، في خطأ في عدد الألعاب النارية، كان المفروض يكون اكثر. سالون عطنا كلمتك يا بهذا الفوز، تفضل تفضل. كل التحايا والمنى منا ومن حبه. فريق فيلم لبس كاملا، وفاجئوني الاخوه بهذه الكلمه، فاعذروني وجزاكم الله خير، شكرا لك. انت تصنع افلام وليس مجرد كلمات فقط، الله يسعدك، شكرا جزيلا، شكرا شكرا، الله يبارك فيك.